السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الاعتقاد قديما أن الأرض مركز الكون، وأن الشمس والكواكب تدور حولها. في القرن السادس عشر اكتشف العلماء أن ذلك لم يكن صحيحا، وأن الشمس، قالوا أن الشمس هي مركز الكون مش الأرض، وأن الأرض والكواكب السيارة جميعها تدور حول الشمس. وكان هذا في القرن السادس عشر في نظرهم هو الكون كله الذي خلقه الله، كل خلق الله. حتى أن المفسرين حينئذ قالوا إن السماوات السبع هي تلك الأرض والكواكب السيارة، يعني كل كوكب في سماء، كل كوكب في سماء. طبعا ليس هذا صحيحا. وجاء القرن الحالي باكتشافات علمية مذهلة، فقد اكتشف علماء الفيزياء الكونية أن الشمس وكواكبها، المجموعة الشمسية كلها على اتساع أرجائها، ليست إلا جزءا من واحد من 1,000,000,000 من المجرة، يعني ولا شيء في المجرة، يعني في المجرة 1,000,000,000 نجم كالشمس، ومنها ما هو أكبر من الشمس مئات المرات أو آلاف المرات. وظل اعتقاد الناس قبل القرن الحالي، يعني حتى أوائل القرن الحالي، أن السماوات السبع والأراضين السبع قالوا هي المجرة دي، هو ده ملك الله كله. ليه؟ لأن وجدوا المجرة، حجم المجرة فوق تخيل البشر، فوق تخيل البشر، يعني متسعة الأرجاء جدا فوق تخيل البشر. حتى جاء عصر العلم الحالي بما هو أكثر غرابة وأكثر عجبا، فقد اكتشف علماء الفيزياء الكونية في عصر العلم الحالي أن المجرة الهائلة هذه، التي مجرة درب التبانة، الذي قطرها 100,000 سنة ضوئية، يعني الضوء يقطع من أو من القطر بتاعها 100,000 سنة ضوئية، 100,000 سنة حتى يصل الضوء من أحد أطرافها إلى الطرف الآخر. هذه المجرة الهائلة جدا ليست إلا مجرة من ضمن ملايين المجرات. فين؟ في السماء الأولى فقط، السماء الأولى. هناك سماوات أخرى لا نعرف عنها شيئا إلا ما أخبرنا به القرآن والحديث النبوي. ولكن حتى السماوات السابع، السماوات السبع كلها، الكون ليس قاصرا عليها. خلق الله أكبر من هذا، أكبر من السماوات السبع والأراضين السبع، لأن السماوات السبع والأراضين السبع ملكوت صغير بالنسبة لملكوت أكبر هو الكرسي. السماوات السبع في جوف الكرسي، قال الله تعالى عنه: وسع كرسيه السماوات والأرض. يعني القرآن حدد هذه الحقيقة، والحديث النبوي حدد لنا النسبة بين حجم السماوات والأرض وحجم الكرسي. فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما السماوات السبع والأراضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة، يعني حلقة صغيرة في صحراء كبيرة جدا. هذه السماوات السبع حلقة صغيرة في الكرسي الذي هو كصحراء كبرى، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. إذن فالكرسي الهائل العظيم داخل ملكوت أعظم هو العرش،
كل هذه حقائق غيبية لا لم نشاهدها، ولكن القرآن والسنة أخبرنا بها. كل هذا الكون وأي كون آخر أكبر من هذا الكون له أول وله آخر، كما قال أينشتاين: الكون محيز بالزمان والمكان، خلقه الله تعالى بكلمة كن فكانت. ومن له أول له آخر، ومن له بداية فله نهاية، وسيأتي يوم تطوى فيه السماوات جميعا وتنتهي، ويقف الخلق جميعا أمام خالقهم يحاسبهم على ما فعلوا، سيحاسبهم عما فعلوا. حينئذ لا يوجد جاه لأحد، كان جاه له جاه في الدنيا، لا يوجد له جاه هنا في هذا الموقف، خلاص. ولا يوجد مال كان له في الدنيا في هذا الموقف، ليس له مال، المال تركه في الدنيا، الجاه تركه في الدنيا. ولا توجد قوة إلا لله عز وجل، ولا حول إلا به. نقرأ عن ذلك في سورة الأنبياء في قول الله عز وجل، في قول الله تعالى: واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين إنا كنا فاعلين. نجد تصويرا لمعاني الآية الكريمة في هذا الحديث القدسي الشريف. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وأخرج الإمامان ابن ماجه وأبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: يأخذ الجبار سماواته وأراضيه بيده، وقبض يده فجعل يقبضها ويبسطها ثم يقول: أنا الجبار، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ويتمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن يساره حتى نظرت المنبر يتحرك من أسفل شيء فيه حتى إني أقول: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه. أكبر شيء في الوجود من نظر لنا السماوات والأرض. نعم. ولذلك حين يعطينا الله مثلا، نعم،
يقرب لنا المساحة، يعطينا المساحة على غير تقدير البشر. نعم. البشر يعرف ان الطول في المساحة مضروب في العرض تطلع المساحة. تطلع المساحة ويطلع الحد. نعم. ولكن الله يقول الجنة عرضها السماوات والأرض، فيأتي بالعرض ولا يأتي بالطول. نعم. فيأتي بأوسع شيء نراه إلى أضيق شيء نعرفه. نعم. والعرض هو السماوات والأرض، فإذا كان العرض هو السماوات والأرض وهو أبسط ما نراه في مقاييسنا، أقول لك العرض ده الطول، فأنا حسميه عرض. وإحنا قلنا الحق سبحانه وتعالى حينما يضرب لنا مساحات الوجود يضربه لنا على مقدار أعرافنا في الوجود. نعم. طبعا. فاحنا عندنا المستطيل طوله أكثر من عرضه. وعندنا الدائرة أطواله الأقطار متساوية. والمحيط أيضا متساوي. وبعد ذلك تأخذ الأشكال على قدر تعظيم رسمها في ذاتها. نصف الطول في الطول في العرض، او العرض في على 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 اثنين، او المحيط على في الدائره، كل حاجه لها، انما هي تقسيم يعود الى شيئين اثنين. اما لمساحه مستقيمه كالعرض والطول. واما لغير ذلك بان نجعلها مثلثات هي انصاف واعراض وانصاف واطوال. وبعد ذلك ناتي بالمساحه. الارض الواسعه دي اللي احنا بنقول عليها، الارض مخلوقه على هيئه النفع، وقدر فيها اخوتها ويعرف فيها مش عارف ايه، فبيقبضها. فالقبض يكون امساك غير منتظم. انما الطي امساك منتظم، نمسك الحاجه نطويها كده، ما نطويش الا الحاجه اللي بنحافظ عليها. لكن اللي نقبضه كده هو قبض كده ما مش عايز احافظ عليه. خلاص. قال لك الاثنين في القبض والبسط زوال الاثر الذي يتكون عنه القبض والبسط، لانها لم تعد ارض اسباب ولا سماء اسباب. هتتلغي كلها، الاكل والشرب والنور، كل حاجه ما لهاش قيمه دلوقتي، لاننا كنا ناخذ كل شيء فيها بالاسباب. انما دلوقتي هناخذ بالمسبب. نقعد نحط رجلنا على رجلنا واللي احنا عايزينه يجيلنا، ما عادش لا. كذلك النور كانت مناره بسبب من اسباب الله، الشمس والقمر. الارض الان مناره بالله ذاته. الله اكبر. واشرقت الارض بنور ربها، اي لا بنور الشمس ولا بنور القمر. يعني تهددت مصارع الحياه. وما دام تقدم ما كنا نراه الآن ونعمله في أدلة من أدلة الوجود، تمصوه الآن من أدلة الوجود. أنا ما عادش لنا لازم عنده، عشان يقول لنا أنتم في الدنيا كنتم مع أسبابي، وأنتم في الآخرة تكونون بي أنا. الله 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 الله. يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ويقول انا الملك. طبعا. الاشياء اللي كانت ممسوكه بلا غير عمد، ما يوريكم مين اللي كان ماسكها بقى. الاشياء اللي كان مملككم انتم عشان تتصرفوا، اتصرفوا انتم بقى. اين فين الجبارون؟ فين المتكبرون؟ اين ملوك الارض؟ فين هو؟ انا بقيت الملك من اشاء وانزع الملك من اشاء، عشان عايز كل امور تدار بسرات لها. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات الى ايه؟ جهالهم سالوا. فما فيش حد ينفع، ولذلك انا بولي من عندي. حتى الكافر اوليه من عندي، انما ليس هذا رضاء عنه، انما قد يكون ظلم اناس في الكون فأنا لا أسلط عليهم طيبة، إنما أسلط عليهم ظالم زيهم.
لأن الأخيار لا يعرفون كيف يؤدبون، لأن رسولهم هيعلمهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. إنما اللي عمل سوى يجيب لواحد ابن كلب زيه يوم يخلص منهم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. ما يعرفوش يربهم. فإياكم أن كنت تكون والا عليكم ولو كان عبد حبشي. لأنني وليت النمرود وتركت إبراهيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. أنا أديته الملك. ثم يقول يعطي الملك من يشاء وتنزع الملك من تشاء. بس العطاء يد ممدودة ليد قابلة، كل واحد بيقبله. إنما النزع عايز عايز شدة في إنه ينزع. رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول، يعني كان سيدنا رسول الله في يعني في انفعال شديد، يأخذ الجبار، قال سيدنا رسول الله: يأخذ الجبار سماواته وأراضيه بيده، وجعل يقبض يده وقبض يده فجعل يقبضها ويبسطها ويقول: أنا الجبار، أين الجبارون، أين المتكبرون. لماذا يقول، لماذا يقول الله ذلك الآن؟ إياكم أن تفهموا أنكم أخذتم ملككم بجبروتكم. إنما أنتم أخذتم ملككم بسكوتي عنكم ورضائي بأن تكونوا. أنا عايزكم تقدموا الناس، لأن الأخيار لا يستطيعون أن يؤدبوا. فلو قال أنه تركهم إلى الآخرة ليقول هذا الكلام، نقول له يمكن يكون في يوم خايفين منهم يا سيدي. لا، أين هم؟ أنا أقول لهم اطلعوا لبرا. يحدث هذا كله يوم القيامة، يوم يطول الله السماوات. خلاص، مو يوم القيامة خد السلطة من الكل، يعني يقبض الله الأرض. لمن الملك اليوم؟ يعني يقبض الله الأرض ويطول السماوات بيمين يوم القيامة. نعم، كل السماوات هذه وكل ما فيها. نعم، كل ما فيه. قال الله عز وجل في سورة الأنبياء: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. لقد طوى الله تعالى السماوات وما فيها، لقد قضي الأمر، طوي الكون وانتهى كل شيء، ولم يبقى في الكون كله إلا الله عز وجل، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فكما يطوي السجل للكتب كذلك تطوى السماء. ثم يعيد الله تعالى الخلائق جميعا، كلهم خاشعون شاخصة أبصارهم لله العزيز الحميد، لله الجبار. يحشرهم تعالى حفاة عراة، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. كان الحديث اليوم عن السماء بكل ما فيها من خلق، الله تعالى أعلم بهم، وعن طي السماء كطي السجل للكتب، وعما جاء عن كل ذلك في القرآن الكريم والحديث القدسي الشريف. وصدق الله تعالى وصدق رسوله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.